كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير، وربنا يحقق امنياتكم ان شاء الله. والسنة الجاية زي ما عاوزين، والسودان منتصر، والقوات المسلحة منتصرة بإذن الله. وتحية لأسرة محمود عبد العزيز، لأولاده، لأخوانه، لمامون عبد العزيز، وتحية خاصة للوالدة فايزة. كل سنة وانت طيبة، وكل عام وانت بخير، وما زلنا نتعلم من محمود عبد العزيز، وما زلنا ناخذ منه. وكل كلامه وكل أغانيه كلها عن الرجعة والعودة والحنين للبلد وللناس والحاجات الطيبة. فنسأل الله أنه يرحم محمود عبد العزيز ويغفر له إن شاء الله. ونزلنا فيديو قبل يومين كده في الصفحة، أو مبارح تقريبا، والله يا أخي قبل يوم، أيوة أمس. الفيديو ده التعليق عليه كالآتي: رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من القضارف: نحن كان قعدنا أو مشينا، أي زول خان الشعب السوداني ووقف ضد الشعب السوداني جوا السودان ولا برا السودان ما بيكون عنده دور تاني في إدارة هذه الدولة السودانية. الدولة بديروها تاني الناس القاعدين في السودان ديل، الناس اللي عانوا الأمرين من ظلم الميليشيا ومن عاونوهم. نحن ماشيين، والمعركة دي بتنتهي بنصرنا. الكلام ده انا قريت التعليق ده وامس ما طلعت لايف، يعني التعليق ده كده يعني تطش، يعني ما عارف. فقلت نسمع الكلام حق البرهان مع بعض ونشوف الاحساس اللي حيصلنا شنو. آمنين بأهلنا وفي بيوتنا وفي ديارنا. السنة الجاية إن شاء الله نعيد بدون جرجويد وبدون مرتفعة. بعد عدين كلنا كسودانيين، أمرنا بيدنا. نحن يمكن قصدنا المنطقة دي لأنها منطقة واحدة من مناطق شرق السودان الأساسية، وأهل كلهم أهل كلهم نحن بنحييهم وبنقول لهم والله نحن كل السودانيين في راسنا، وكل السودانيين وعلى الشرق قاعدين نحن شايفينهم وحاسين بمعاناتهم وحاسين بالشيء الواقع عليهم. ونحن مصممين كلنا كسودانيين أن هذا العدو يجب أن ينتهي، هذا التمرد يجب أن ينتهي. ونحن وانت كلنا لا في قلب خوفنا ولا في قلب جهلنا ولا نسلم أمرنا للزول ولا في قلب جهودنا. الناس تطمئن أن القوات المسلحة وأخوان في المقاومة الشعبية والمستنفرين وكل السودانيين واقفين وقفة واحدة، وكل ما في كلام زي ما أنا قلت امبارح، ما عندنا كلام إلا بعد المعركة تنتهي. ونحن كسودانيين، أنا دار أذكر السودانيين الوطنيين أن والله المعركة دي ما لها صدور، ما لها صدور جوا السودان وبرا السودان. الشعب السوداني جوا عرف الواقف معاهم، وبرا السودان عرف الواقف معاهم. نحن كان قعدنا ولا مشينا، أي دور خان الشعب السوداني يجب أن يكون عنده دور ثاني في الدولة دي. أي دور وقف ضد الشعب السوداني جوا السودان وبرا السودان ما يكون عنده دور ثاني في إدارة هذه الدولة السودانية. الدولة السودانية دي يديروها الناس اللي هسه قاعدين فيها ديل، المكتوين بالنار دي الضاقوا على الأمرين من ظلم الميليشيا ومن ظلم الناس اللي عاونوهم. نحن ماشيين والمعركة دي بتنتهي بنصرنا، نصر الشعب السوداني ونصر القوات المسلحة.
بارك الله فيكم وربنا يقويكم. نزل الله عاجلا نصرا مؤزرا. نزل الله عاجلا. سمعنا الخطاب بتاع السيد الرئيس ده مع بعض، وحقرا لكم التعليق اللي انا قريته امس. قال نحنا كان قعدنا ومشينا، اي زول خان السودان والشعب السوداني وقف ضد السودان جوا السودان ولا برا السودان ما بكون عنده دور تاني في ادارة الدولة السودانية. قال نحنا ماشيين والمعركة دي بتنتهي بنصرنا. انا ما اعرف الشيل وصلني شنو يعني الفهم، هل ده نفس الفهم اللي وصلكم ولا في البداية يعني هو ثبت حقائق، والحقائق اللي بننادي بها احنا كلنا كشعب سوداني، انه اي زول خان الشعب السوداني في المرحلة اللي فاتت دي ما حيكون عنده دور تاني، كان حزب او افراد او منظمات او اشخاص او لجان او ناس في الشارع او برا الشارع. الكلام ده واضح يعني، و دي ثبتها. اللي حيديروا السودان الناس اللي اكتووا بنار الحرب، وديل الناس اللي احنا حننتخبهم، وديل الناس اللي حنمسكهم ادارة الدولة وشؤون الدولة. دي حاجة احنا متفقين فيها. الناس اللي ورجعوا لنا البيوت، الناس اللي وقفوا في حماية أعراضنا، الناس اللي عملوا لنا الأكل والشراب ووزعوا لنا الوجبات، الناس اللي عالجونا، الناس اللي فتحوا لنا الممرات والمعابر، الناس اللي أمنونا، ديل هم اللي حيديروا السودان. التعليق بتاع محمد ابراهيم حي الفقراء ابو قوت الجزيره يستغيث، قريت التعليق ما تكرره تاني. حاجة للجزيره حسي انا. الموضوع ده كده واضح يعني، تاني ما في عوده لتفاوض مع الدعم السريع، ما في عوده للتفاوض مع الاحزاب، ما في عوده للتفاوض مع الخونه، ما في زول حيقعد في السودان ده يدير شؤون السودان. من الناس اللي باعوا وخانوا وعرضوا السودان ده للمحنة اللي احنا فيها، فكلام الرئيس واضح. لكن قال احنا كان اللايف كده الصوت واضح. الله يفضل ورجع ثاني علق. كده واضح الصوت واضح كده. واضح غيره كويس. سمعنا خطاب السيد الرئيس و اتكلم عن، قال احنا كان قعدنا ومشينا، اي زول خان السودان وقف ضد الشعب السوداني جوا السودان ولا برا السودان ما بكون عنده دور تاني في ادارة الدولة السودانية. واحنا كان قال نحنا ماشيين والمعركة دي بتنتهي بنصرنا. احنا ماشيين دي انا ما فهمتها،
احنا ماشيين الجيش متحرك متقدم، احنا ماشيين هو ماشي. فالاحساس الجانب الكلمة دي هو زول عارف نفسه بيقول في شنو. الزول ده البرهان كلامه يعني كلامه موزون، والكلمة اللي بتطلع منه تكون حاسبه كويس. فتكراره لكلمة ماشيين دي مرتين انا يعني الاحساس اللي وصلني فيها ما فاهمه. ماشيين دي بإرادته هو ولا بإرادة جهة تانية؟ يعني في جهة تانية هتفرض عليه المشي او غيره؟ نعيد لبعض السيناريو بتاع السودان كان مفروض يكون شكله كيف. الحرب دي قامت حرب فوضوية، حرب الدعم السريع اساس الفوضى. يعني ما الدعم السريع هيحقق نجاح مشروعه بالحرب، هيحققه بما بعد الحرب. بما بعد الحرب هي هتخلق حالة بتاعت فوضى. لما تحرق مستشفى وتدمر مصنع وتدمر مزرعة وتدمر مخزون استراتيجي وتدمر البنى التحتية حقت الدولة، يبقى بعديها انت ذاتك ما قدر تحكم. يعني حتى أسلو حميتي ده كان انتصر، هيحكم الشعب السوداني ده كيف وهو دمر المنشآت حقت الدولة، هو دمر المؤسسات الوطنية، هو دمر المشاريع الزراعية، هو سرق المحصول، هو سرق التقاوي، هو ضرب أنبوب البترول، هو حرق المصفى. حميتي ذاته كان انتصر كان حيحكم كيف؟ يبقى ما حميتي مشروعه ما الحرب، ما حتجيبه له الحرب. مشروعه حيجيب الفوضى الخلاقة. الحرب حتصنع حالة فوضى، حالة عدم استقرار. الحالة دي بيجي زول بيتدخل، حيتدخل بحاجتين، بانه يسلح مجموعة زي ما انتم شايفين الامارات بتسلح في الدعم السريع، وبانه يفرض قرارات وعقوبات على مجموعة تانية ويجيبها في المنصة تحت الحكم. الناس اللي شاركوا في الحرب امريكا بدعاية ليهم رغم انهم معاون الحق، لكن بعدين حتيجي تفرض عليهم عقوبات. دي اسمها حالة الفوضى. اجبروا ناس معينين يحكموا رغم انه الشعب يكون ما عاوزهم، او هم ما دارين يحكموا غصبا عنه يحكموا لانه عليهم ملفات وإدانة. والطرف الثاني امريكا تواصل في تسليحه وتغض الطرف عن الدول اللي بتسلح. يعني اسد التسليح اللي بيجي للدعم السريع ده ما بيجي من امريكا، ما هي الهامفي دي ما صناعة امريكية، ما اخذت توكيل الامارات. الهامفي ده الصواريخ اللي بتجي، الاجهزه بتاعت الاتصال، البنادق بتاعت القنص دي كلها امريكا هي متابعاها وعارفاها. بتجي تقول والله احنا حنفرض عقوبات على الدول اللي بتدعم طرفي النزاع في السودان. شايف الامارات بتعمل في شنو؟ ما دايرة توقفها. فهي المشروع حق الدعم السريع اساسه الفوضى. بعد البلد دي ما الحرب تجيف يكون في فوضى، بعد ذاك الناس ما تكون عارفة تقبل على وين. وقوفنا مع البرهان ومع القوات المسلحة هو كان الخط الأخير لحماية السودان، لأن البرهان لو مشى حتجي مشكلة تانية، مشكلة منو يحكم ويحكم بشنو ويجي كيف. إذا الاثنين جاوبنا عليهم احكم كيف، نقول بالدستور بتاع 2005. نجيب الدستور بتاع 2005 كان الشعب السوداني كله موافق عليه، أحزاب سياسية هي اللي وضعته مش الكيزان ولا الحركة الإسلامية. الدستور 2005 الكتبوه مضادين للنظام كان، وكتبوه من بر السودان، توافقت عليه كل القوى السياسية والقوى الحركات المسلحة بما فيها الحركة الشعبية ذاتها، قرن وافق عليه. ممكن نجيب الدستور ده نحكم به، دي اسمها نحكم كيف. طيب منو اللي يحكم؟ دي بتبقى المشكلة الثانية. هل حيحكم مدني جايباه الأمم المتحدة زي حمدوك، نموذج حمدوك اللي هو صناعة حكومة بديلة في الخارج وفرضها على الداخل، دي ممثلة منه؟ حمدوك. أو صناعة بديل من القوات النظامية أو المؤسسات العسكرية، صناعة بديل إنه والله يا أخي يزيدوا العقوبات على القوات المسلحة.
في شخص ذول واحد يقوم يقول لك البرهان ده عليه 26,000 عقوبة، الجيش براه يقوم يقول والله يا أخي في حالة تغييد الرئيس حقنا وفرض عقوبات عليه إحنا قررنا إنه إقالته من السلطة، يقيلوا البرهان بدون انقلاب باتفاق من المؤسسة العسكرية، لأنه الزول والله أصبحت حركته مغيدة خارجيا وكده يخلقوا لهم حاجة دي يجيبوا ذول من المؤسسة العسكرية، أو بالانقلاب زي ما عمل الدعم السريع. العمل الدعم السريع ده اسمه انقلاب، يعني الناس اللي بيفتكروا انه والله الجيش حيقبل انه زول يحكم السودان من الدعم السريع، الجيش ما حيقبل الحاجة في وجود البرهان او عدم وجوده، ما حيقبل الحاجة دي الجيش. طيب حيحصل شنو؟ حتحصل عملية بتاعت حرب او تحصل عملية بتاعت معركة، كويس. الحاجة دي حتحصل، دي اسمها نجيب الزول كيف، اللي هو بانقلاب او بانتخاب او بتفويض او بتنازل او بتنحي. الحاجات دي كلها كانت بالصب اذا غيرنا المنصب بتاع الرئيس ده، واذا غيرنا الزول اللي اسمه البرهان ده، اذا غيرنا البرهان حنمشي في المشروع بتاع الدعم السريع. ما الدعم السريع مشروع شنو؟ تغيير البرهان، قبولنا تحت اي ظرف من الظروف بين البرهان يتغير او يمشي او البلد انتهت. طوال البلد انتهت. حتظهر لنا الاسئله بتاعت مين اللي يحكم، وليه يحكم من المؤسسه العسكريه ما يحكم مدني، وليه يحكم مدني من جوا السودان ما يحكم مدني من برا السودان، وليه تحكم زول عنده ولاء لادارات اهليه في الشرق وما عنده ولاء ادارات اهليه في الغرب، وليه يجيبوا زول من الوسط ما يجيبوا زول من الشرق، وليه يجيبوا زول من جوا شباب وخلوا الناس العجائز. وجود البرهان هو صمام امان المرحله دي. الناس اللي بيقولوا انتوا بتطبلوا او بتتكلموا عن البرهان او داعمين ليه او دافعين ليكم، او النازل برا الكوكب ما فكروا، ما عنده الرؤية قدام. عشان كده لما جاتنا الفرصة يحكموا في 65 سنة دي، الأحزاب دي لما جربناها برؤية الضيقة دي، بفهم الضيق ده، بأنه الله يا أخي سيدي لازم يحكم، أو خالد سلك لازم يحكم لأنه عمل، أو خالد سلك أداء شنو، الدقير أداء شنو، نضال شنو، سجلوا يومين وطلع، ده كل النضال حقه اللي هو بسببه ده يفرض عليه رؤية. هيحصل النزاع في الحتة دي. فإحنا وقوفنا مع القوات المسلحة، وقوفنا مع البرهان تحديدا، قفل الباب ده في السنة دي كلها. إحنا عدينا مرحلة صعبة من السودان. السودان ده مفتاحه البرهان ده بالمناسبة. البرهان ده لو غاب من المشهد تحت أي ظرف من الظروف، السودان ده انتهى. تاني ما بقوم حيكون مجموعات مسلحة، مجموعات إدارات أهلية، كل زول حيقود نفسه براو. زي ما حس في ناس يقول لك والله الجيش ما تحرك جانا احنا حنعلن انفصال، الجيش ما جانا احنا حنعلن حركة تمرد، الجيش ما جانا احنا حنحالف دولة حدودية. ده كل المراحل دي عدت لانه في زول واحد قاعد الناس اجمعوا عليه. الناس عندها آراء سياسية في البرهان وفي أداؤه. الحاجة اللي احنا فيها دي الآن، المرحلة دي أكبر من إنه والله يا أخي يعني أكبر من إنه والله يا أخي مطامع شخصية أو مطامع حزبية. أكبر هو دي بقاء السودان أو فناؤه، تدمير الأمة السودانية أو بقاء أو فناء. دي المشكلة اللي احنا مواجهان الآن. فالمرحلة دي عديناها لأنه الناس اتوحدت خلف القيادة، قدرنا نفوت المؤامرات، قدرنا نخرب المشروع حق الدعم السريع. الدعم السريع ما عنده مشروع يحكم. الليلة لما تقرأ في الخطة حقتهم الجديدة، خطتهم قائمة على حاجتين، اللي هو الاستهداف بتاع سنار، وتوجيه الإعلام بتاع قحط، وتوجيه الإعلام بتاع الدعم السريع إنه سنار مستهدفة،
الليله ضربوا مسيره في الدفاعات المتقدمه. انا قريت خبر قبل شويه بيقول انه ضربوا مسيره في الدفاعات المتقدمه بتاعت البراء في سينار، كوبري بيكا، الغرة الان مستهدفه، الغرة الان مستباحه، الدعم السريع استخدم. كتب شبشب الملك منشور، طبعا منشوره مصدره منه الدعم السريع، لا يمكن يكون مصدر زول من بر الدعم السريع. ما شبشب الملك لاف في كدمول، امين جحا الليله برضه كتب له منشور لاف في كدمول، خليفه دنقر كالعاده لاف في كدمول، بيتكلموا عن تخويف الشعب السوداني في المناطق المستغره والامنه. التخويف ده بيعتمد على حاجتين، على الموضوع بتاع الصواريخ والمسيرات، وعلى الموضوع بتاع انسحاب القوات المسلحه من مناطق زي سنار او الدويم او كوستي او الدعم السريع بدا يهدد في ولايات. الحاجات دي شغالين فيها بفهم. قال شبشب الملك قال يا اخي الخوف ما من المسيرات اللي في الدعم السريع، جايبينها من ايران وجايبينها من كده. قال الخوف في الصواريخ، حلو. الخوف في الصواريخ دي معناها شنو؟ مفروض هو لو محايد او عنده وطنيه او ذره اخلاق وقيم يدين الدعم السريع، لانه مشروعه الان بقى واضح ضد منه؟ ضد الشعب السوداني، ما ضد القوات المسلحه. لما شبشب الملك يقول لي الدعم السريع يمتلك صواريخ حيستهدف بها بورسودان، في شنو في بورسودان؟ ما في مواطنين. انت لما تفك الصاروخ ده بتكون محدد حدته الانفجار وشدته، ما في مواطنين ماشيين زي ما انتوا وريتونا عمالكم الارهابيه. تحولت الميليشيا الان من ميليشيا عندها مطالب عسكريه الى ميليشيا ارهابيه بالدليل. يعني الاستهداف الحسي عديل للمواطنين في الجزيره، في الغور الحسي، الناس اللي بتكلم عنها دي، ما هو بيمشي بيخطف وبيغتصب وبيقتل. امبارح اول امبارح في العيد اغتصب وقفل الناس في المسجد في توتي. لما تعمل عمليه زي دي للمواطن والفيديوهات تسرب وتطلع، انت كبزول برا واقف مع الدعم السريع، رايك بيكون شنو حسي؟ قلنا لك الدعم السريع في توتي يمارس اشد انواع التنكيل والتعذيب للمواطنين. تحول المشروع بتاع الدعم السريع من هو مشروع بتاع حكم ومشروع بتاع دستور ومشروع بتاع الديمقراطيه بنادبها الى مشروع ارهابي، انه الناس تخاف ترجع توتي، انه الناس تخاف ترجع سنار، انه الناس تخاف ترجع بورسودان. ليه؟ لانه الدعم السريع عنده صواريخ ممكن تصلكم. الكتاب اللي بيكتبه شبشب الملك ده ما مصدره فيها ما الجيش. الجيش ما بيجي بيقول له والله يا اخي الدعم السريع جاب صواريخ وري الناس، ما بقول الكلام ده الجيش. الجيش ما بقول الكلام ده ولا بيبث الرعب في الناس، الجيش عنده الاليه والمقدره انه يصدى للصواريخ دي، لكن لما شبشب الملك يكتب كده يبقى التوجيه جاهه معاه ظرف الدولار انه يوري الناس والله يا اخي ما ترجعوا السودان ده ما حيكون امن. زي ما كتب خليفه دنقر في تعليق قالوا له الجزيره دي ممكن تتحرر بيتين والجيش يدخل وينتصر، قال مستحيل. مستحيل كيف والجيش كل يوم بيتقدم 7 و8 قرى؟ مستحيل كيف والقوات المسلحه محاصره الجزيره، الدعم السريع ما لاقي له منفذ؟ مستحيل كيف والدعم السريع مجندك انت تجي تقول والله الجيش يتعرض للمواطنين؟ كتبت تقرير في صفحتك ومسحته بعد ساعتين يا خليفه دنقر. انت الموضوع بتاعك ده ما واضح، انت مش كتبت حاجه قبل ومسحتها بعد ساعتين؟ كتبت تقرير عن اللي بيحصل في سنار وعن الانتهاكات اللي بتقوم بها القوات المسلحه؟ ده الوقت اللي انت بتفصل بين الشعب والجيش؟ ده الوقت اللي انت بترعب الناس؟ ده الوقت اللي انت بتضعف عزيمه القوات المسلحه؟ كتابتك دي ما هي التوجيه بتاعكم حاجتين. قنعتوا من الجزيره، قنعتوا من ام درمان، قنعتوا من الخرطوم، مشيتوا قلتوا والله تفتحوا لكم جبهه جديده للدعم السريع متنفس، اللي هو انه والله الدعم السريع جايكم حيكتلكم، والناس حتعمل شنو؟ الناس حتهرب. يبقى الدعم السريع مشروعه ارهابي، مشروعه ترويع المواطنين، مشروعه استهداف المواطنين، مشروعه خلق الفوضى. انت الخرطوم ما حسمتها يا دعم سريع، جاري تفتح جبهه جديده في سنار ليه؟ انت ام درمان اللي كنت محاصر فيها المواقع العسكريه ما قدرت تخترقها. الدوله هي العاصمه، العاصمه في يد الجيش، بتدعي انك مسيطر عليها لكن انت محاصر فعليا.
الدعم السريع ما قدر يعمل حاجة في مدرمان، ماشي يروع المواطنين. الموضوع بتاع ترويع المواطنين، موضوع بتاع إرهاب المواطنين، الموضوع ده إنه عنده مسيرات، الدعم السريع عنده مسيرات ضرب بها الدفاعات المتقدمة بتاع السنار. هو يعني شنو؟ أنا ما فاهم. شوف الدعم السريع يا صرفة، زي ما قال شبشب الملك، امتلك المسيرات اللي بيستهدف بها شنو؟ بيستهدف بها البراء، ما يستهدفهم. والبراء ما عارفين انه في موت حيحصل، ومش الدفاعات المتقدمة. الدفاع المتقدم يعني شنو؟ يعني انا في مواجهة العدو. يعني اول ما يجي الدعم السريع بالنيران الكثيفة زي ما عمل الليلة في المدينة عرب، دخل الساعة 4 عصر ب20 تاتشر. هو عارف انه اكبر ارتكاز واكبر قوة للجيش قاعدة وين؟ في المدينة عرب. هو عارف الكلام ده. الدعم السريع عمل كده ليه؟ ارهب المواطن، والمعركة بالنسبة له انتحارية. هاي العشرين تاتشر تمشي وعارف انها ما حترجع، لكن لازم يعمل الحاجة دي، لازم يخوف الناس. هو ما مستهدف الجيش، الجيش ما في الدفاع المتقدم حيضربوه مسيرة. هسي لما دخلوا المدينة عرب استلمنا منهم مسيرات حية بالمناسبة، ودمرنا لهم 4 تاتشرات، وتاتشر فيه ثنائي، وباقي القوة تشتتت، وكلهم 70% منهم ماتوا. الفضل منهم معوق، يده مقطوعة، رجله مقطوعة، مضروب بأربية، دور تاتشر وهرب. مسكنا منهم مسيرات. يعني شنو الدعم السريع عنده مسيرات؟ ما الدعم السريع عنده ثنائي. الثنائي ده بيرمي طيارة عديل، رمالينا كم طيارة الثنائي ده، ما حاجة خوفتنا. ما احنا في حرب يا اخوانا، حنتوقع انه الدعم السريع يضرب صواريخ في سنار، وحنتوقع يضربها في برصدان، وحنتوقع يضربها في الدامر، وحنتوقع يضربها. ما هو جاي يعمل حركه بتاعت فوضى. لو شبشب الملك ده والمعاه والحريه والتغيير بدل يرعبوا الناس، وانه الدعم السريع يمتلك، دارين الناس يعملوا شنو؟ يقعدوا معاه ويفاوضوه وينهوا له الحرب، يحكمنا بالرجاله. هل ده فهمك يا شبشب الملك الفكره بتاعتك؟ عشان الدعم السريع عنده صواريخ وعنده مسيرات نخليه يستعبد المواطنين؟ ما انتوا اعترفتوا، والامم المتحده اعترفت انه الدعم السريع بيغتصب وبيقتل، ده هيحكم كيف؟ انا بالنسبه لي فاهم شبشب الملك، خليفه دنقر، امين جحا، امين مكي، حنان حسن، خالد سلك، بيكتبوا كده ليه؟ انا فاهم، لانه عارفين انه بقاء الدعم السريع يعني بقاء بيتنفسوا. كل ما ينقص دعامي، كل ما نسبة الأكسجين حقتهم قلت في الحياة، كل ما نسبة فرصهم في الحياة قلت. أنا فاهم الحاجة دي، عشان كده مرعوبين خايفين. والسيد الرئيس كلامه واضح، قال زول وقف ضد الشعب السوداني تاني ما حيكون عنده أي دور في السياسة ولا إدارة الدولة ولا وجود مع الناس في السودان خلاص. والدولة دي قالت حيحكم الناس اللي قاعدين فيها، انتهى الموضوع. يعني شنو؟ يعني أي زول عنده مشروع برا، أي زول جايباه أجندة، أي زول عنده اتصال خارجي، أي زول قاعد في دولة ما يحلم يدخل السودان، وما يحلم يحكم ولا ثانية، ولا يحلم إنه يكون مواطن سوداني. والأيام الجاية حتشوفوا، حتسحب منهم جنسيات، حيطاردوا بالإنتربول، حتتفتح فيهم قضايا، أقل واحدة فيها الإعدام، وحيجابوا وحيعدموا. هم فاهمين الحاجة دي. الناس الليله يقول لك يا صرف يا اخي شوف الدعم السريع عنده ما عنده مسيرات. كيف ما عنده مسيرات؟ زول عنده زول وصل الايجاد، زول عنده زول قاعد في الامارات، رؤساء بيمشوا بيتعالجوا، قاده الدعم السريع بتتفتح لهم المستشفيات في الامارات، بيجيبوا لهم مستشفيات متحركه، بيخطوها لهم في مجرس، عندهم طيارات بتجيب لهم اسلحه اسرائيليه. شنو يعني جاب لهم مسيره فيها دانا؟ الدانا دي ما الا تقع بالمسيره، ما كانت بتقع بالغصف العشوائي. هو ما قصف عشوائي، هو استهداف للمواطن، هو ما قصف عشوائي. أسأل المستنفرين والأسر المستنفر في مدرمان والمواطنين والأطفال، أسألوهن الدعم السريع بيبدأ يدونهم من الساعة كم؟ ما هي دي نفس الدانة اللي بشيل المسيرة، بنفس الإحداثيات اللي كانوا بيعملوها القحاتة، وليه الولايات وقفت القحاتة ولا واللجان حقتهم؟ ما لأنه كانوا بصححوا الإحداثيات حقت الدار والمدفع والراجمات حقتهم بصحيحة. يعني شنو؟ يعني بكون ماسك التلفون بيقول لي والله انت ضربت جم سلاح المهندسين 50 درجة على الشمال، وقعت في الباب، لفة 50 درجة على الجنوب. نفس العملية اللي بتعمل المسيرة، المسيرة ما فيها كاميرا، الزول الموجهة بيكون شايف حتقع الدانة وين.
ما ديل كانوا بيعملوا نفس الحياة في العشر شهور، ما في حياة تغيرت. مستهدفين الدفاعات المتقدمة، مستهدفين سلاح المدرعات، مستهدفين سلاح المهندسين. سلاح المهندسين والمدرعات ده فيهم ناس لابسين كاكي، ما هم ناس، لكن هو لابس كاكي لكن هو بني آدم. ده في اليوم الواحد بيجيو 24 هجوم، بتتضرب عليه الراجمات الإسرائيلية اللون أبيض دي، الراجم البيضة دي منصوبة موجهة من الصباح، من 5 صباحا بيصبحوا عليهم كوباية شاي ما بكونوا شربوه، بيستهدفوهم بالدانات. الدانة اللي وقعت في معسكر المدرعات بسبب استشهد اللواء أيوب، ما دي كأنه رمته مسيرة. موضوع انه الدعم السريع عنده مسيرة، ما في حاجة يعني الموضوع ده وارد، ما حاجة بتخلع يعني، ما حاجة بتخلع. عنده صواريخ موجهة، ما عنده صواريخ موجهة. احنا الحاجة دي بتخلينا نزيد من شنو يعني؟ حسي خليفة دنقر لما نيجي يوجه رسالته للجيش بيقول الجيش بيستهدف المواطنين، والجيش يغتصب، والجيش كده، والجيش والجيش والجيش. كاتب له تقرير وحذفه، وطبعا ملك الحذف جبان. حاجة ما ردت أسياده، بيخاف طوالي بيمسح. خليفة دنقر دار وصل رسالة لشنو؟ قال بعد ده كله انه الجيش المفروض يوقف الانتهاك. انت بتوجه القوات المسلحة؟ انت عارف نفسك انت مبلول ولا شنو؟ انت متخيل نفسك عادي كده يعني؟ انت بتعرف هسه انت قال روحك بتخضع فينا؟ بتخضع في الجيش؟ انت حمير ولا شنو؟ انت بتوجه في الجيش انه يوقف منسوبين ويوقف الانتهاكات؟ انت كده بتوجه في الجيش عامل فيها كلنا الجيش يعني، عامل فيها مقاتل؟ احنا من اللي بيحصل الآن في سنار، والتقرير الآن حقراه ده حسي كتبه الصحفي عبد الماجد، وكفانا شر القتال لأنه وجه الرسالة بالأسماء. إحنا حنشيل الرسالة زي ما هي، نوجهها بالأسماء اللي فيها. قال عبد الماجد عبد الحميد كتب رسالة الليلة كتبها إلى الفريق البرهان القائد العام للقوات المسلحة، إلى الفريق مفضل قائد جهاز المخابرات العامة، إلى اللواء ربيع عبد الله قائد المنطقة العسكرية سنار مدن الدمازين، إلى اللواء عثمان سراج قائد الفرقة 17، إلى والي ولاية سنار، هذا بلاغ من أهل شرق سنار. قبل أن تقع الكارثة يعيش كل السودان واقعها المؤلم ويتذوق ثمارها المرة في ولاية الجزيرة. إنه بلاغ شرق سنار، بلاغ على الهواء بعد أن بح صوت المخلصين في التنبيه إلى الخطر القادم إلى المنطقة الشرقية من ولاية سنار. يعني أحس إحنا بعد ما نقول الكلام بتاع عبد الماجد عبد الحميد ويصل حسي في اللايف ده أنتوا قاعدين 16,000، واللايف ده محضور من القوات المسلحة، من الأجهزة الإعلامية، من الأجهزة الاستخباراتية، من الدعم السريع، من المواطنين. اللايف ده محضور من المقاومة الشعبية، محضور من هيئة العمليات، محضور من كل السودان. الناس دي كلها قاعدة في اللايف ده. البلاغ ده حسي حنرفعه. قال إنه بلاغ شرق سنار، بلاغ على الهواء بعد أن بح صوت المخلصين في التنبيه إلى الخطر القادم إلى المنطقة الشرقية من ولاية سنار. أدركوا منطقة كوبري دوبا قبل أن يقع الفاس في الرأس، أدركوا منطقة شرق الدندر قبل أن يقع يدفع السودان كله ثمنا غاليا لجرجرة القيادات العسكرية والسياسية. ما يجري في منطقة شرق سنار خطر قادم على ولاية سنار خاصة وولاية الشرق عامة. اللهم قد بلغنا. الفرق بينه وبين عبد الماجد شنو؟ إنه هو قال اللهم قد بلغنا. إحنا بعد ما نبلغ بنجيب في الحاجة، طوال بنجد الحلول وبنجد المساندة للقوات المسلحة. فرقي من عبد الماجد حسي، وفرقي من خليفة، وفرقي من هشام، وفرقي من الزول اللي بيعلق أدركوا الجزيرة تستباح. فرقي منهم شنو؟ إن إحنا حنجد حسي حل طوالي. أنا ممكن أقول القوات المسلحة مقصرة والقوات المسلحة ما شغالة، وأطلع أنبزهم زي ما أنتوا دارين أعمل الحاجة دي. كثير من الناس دارين نطلع نبذهم افشهم. هو راقد منسدح بيسمع في اللايف
وبيضرب لأهله تلفون ويتوتر ويمشي الصباح شغله. لما ندعوا للمقاومة الشعبية، المقاومة الشعبية لأي مواطن سوداني حر جوا السودان وبر السودان. 90% من هيئة العمليات دي كانوا بر السودان. من اتفصلوا من 2019 مشوا شافوا شغلهم. في يوم واحد اتكونت أكثر من 4500 أربعة أو خمسة كتائب دخلت أمدرمان دي في يوم واحد، كلهم بلغوا المعسكرات حقتهم جو من بر السودان. لما نقول مقاومة شعبية، ولما نقول الجيش مقصر، ولما نقول الجيش ما عنده، إحنا بنفتش للجيش في سنة، ما بنفتش للجيش في طعن في مقدراته، ما بنفتش للجيش لتحمل المسؤولية ونجي بعدين نقعد نبكي كالنساء زي ما قال الكباشي على ملك أضعناه كالرجال ولم نحافظ عليه كالرجال. احنا هسي بنجي نقول نسند القوات المسلحة كيف الناس تقدم اقتراحات وتحرك هاشتاغات وتحرك الادارات الاهلية وتحرك القيادات بتاعت المقاومة الشعبية والمقاومة بتاعت المستنفرين. دي اللحظة المفروض احنا نتحرك فيها. احنا كوننا المقاومة الشعبية ورتبناها وجهزناها، ما دور حسي الان لما نسمع انه في مواطنين في بيكا خاضوا جولة من امبارح مع الدعم السريع في مداخل ومشارف سنار، المواطنين دي للجيش ما وصلون، الجيش ما وصلون لانه الجيش ماشي بخطة. لا ما في كلام زي ده، ما في كلام زي ده. قبل ما الجيش يصل الحتة دي ويقول له والله يا جيش انت مقصر والإدارة السياسية مقصرة والإدارة العسكرية مقصرة، بنقول للجيش احنا عندنا مقاومة شعبية في سنار دارين توجيه واستدعاء من القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاومة الشعبية في سنار. ما ننتظر لحد ما بيكا تسقط والكوبري يسقط، ما ننتظر لحد ما الدعم السريع يدخل سنار، ما ننتظر لحد ما الدعم السريع يصل كوستي، ما ننتظر لحد ما الدعم السريع يصل الدويم، ما ننتظر لحد ما الدعم السريع يدخل القضارف ويدخل الولايات الشرقية. البلاغ والتنبيه ده السيد القائد العام طوالي شاف في خطر وقصور من القوات المسلحة، قصور مبني على استراتيجية هو عارفها. أنا عارف إنه أنا عندي والله ألف خزنة ألف كلاش، ما بقدر أمشي الحتة دي، عندي معركة مدورة في حتة تانية. انا بطوالي عندك القوه بتاعت المقاومه الشعبيه هي اصبحت جيش الان. طوالي يصدر لها التوجيه من والي سنار، المقاومه الشعبيه يصدر لها التوجيه من والي سنار. احنا هسي ده السند للقوات المسلحه. انا شايف الجيش عدده كم، شايف الجيش والله يا اخي سلاحه كم، انا شايف الجيش والله خايد وفاتح جبهه في ولايه الجزيره الاكبر من فرنسا مرتين. انا شايف الجيش حاجة اقول الجيش والله مقصر، الجيش ما حصلنا في سنار، الجيش ما حصلنا في بيكا. لا، القرار بتاع السيد القائد العام، القرار بتاع قائد الحامية العسكرية في سنار، القرار بتاع الوالي في الجزيرة والوالي في كوستي والوالي في سنار، اطلعوا طوالي بكرة طلعوا لنا قرار استدعاء كل من يستطيع حمل السلاح التوجه الى بيكا. نموت رجال واقفين بعدد كبير ونصد للعدوان، ولا ننتظروا نجونا في بيتنا يتخطفونا واحد واحد ويتخطفوا نسانا وينتهكوا أعراضنا. الناس بقى ما عندها مخرج، العدو من الأمام والبحر من الخلف. ليه الدعم السريع داخل سنار ولازم يدخل سنار؟ لماذا؟ لماذا الدعم السريع يدخل سنار؟ لماذا؟ بتترفع بلاغات عن ضباط استخبارات ما قايمين بشغلهم في سنار بالأسماء طبعا، مكتوب عنهم تقارير والتقارير بتصل للناس، بتصل في الميديا، بتظهر في الميديا. انا بلبلة زي دي ما بعملها، لكن حسي بوضح انه في طابور في الجيش، في حتات فيها طابور. سنار الان مستهدفة، المفروض السيد الوالي طلع قرار طوالي استدعاء القوة بتاعت الاحتياطي واستدعاء القوة بتاعت الشرطة واستدعاء القوة بتاعت المقاومة الشعبية واستدعاء القوة بتاعت المستنفرين. دربناه اللي بيجوا داخلين بيكا دي بعشرين تاتشر، عشرين تاتشر دي ولا حاجة قدام القبائل اللي طلعت وأعلنت وقفتها مع القوات المسلحة. نعمل هاشتاج بكرة الناس تطلع في سنار، الملحمة الكبرى لتحرير بيكا، المرحلة الملحمة الكبرى لتحرير لحماية سنار. نطلع الهاشتاج ده، نخاطب الإدارات الأهلية. أي زول طلع قدامنا وشال سلاح، واي قبيله طلعت وشال السلاح، بكره الصباح تتمم لنا في القياده العامه. احنا كده بنسند القوات المسلحه،
كده احنا بنجيف معاهم كده بنقدم، لكن ما بننتظر الدعم السريع يقول لنا انتهك والدعم السريع داخل على سنار. سنار دي الدعم السريع ما بخشها تاني. ليه هو مصير يخش سنار؟ لانه الضايق في الجزيره يا اخوان. القوه بتاعت الدعم السريع الخشيه الليل المدينه عرب وهاجمت دي، ما هي دي اللي حاصرت اكبر دفاعات في المدينه عرب وفي البشاقره وفي في 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 كوبري بيكا وفي في 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 وسط الجزيره وفي تخوم مدني. ديل المارقين لازم يفتحوا لهم مخرج. يا زول ده داري يموت يا اخوان. الدعامي ما عارف انه محاصر وانه مرقى من الجزيره ما عنده وانه تاني ما عنده اي طريقه يعمل حاجه. الدعامي فاهم الكلام ده. دي فرفره المذبوح اللي قالوا مخرج قال احنا نمشي نجرب نبداها بالمدينه عرب نضرب الدفاعات المتقدمه والجيش. فتح معانا فتح، ما فتح معانا نجرب طريقه ثانيه نخش بها. من هناك طوالي نمشي نتحرك نعمل هجوم على سنار. فتحت معانا فتحت، ما فتحت ننزل طوالي كوست. عندهم ادارات اهليه وعندهم ادارات مدنيه وعندهم الاف من الطوابير قاعدين في النيل الابيض. بفتشوا في مخرج يمرقوا به من الجزيره. المخرج ده هو محاصر لازم يشتبك. بفتش في الحتات الضعيفه. الجيش ما متوفر فيها، الاستنفار ما متوفر فيها، العمل الخاص ما متوفر فيها، القوات الاحتياطي ما متوفر، المقاومة الشعبية ما متوفر. بيمشي بيدخل على المواطنين المدنيين ويطلعوا لنا طوال الناس يقول لك الحتة مستباحة، خلاص احنا حنطلع نتكلم في القوات المسلحة ونكسر ظهرها. بدل نسند القوات المسلحة ونقول لنا ناقصكم شنو؟ الموضوع ده بسيط جدا. زي ما السيد القائد العام بيتكلم بشجاعة ووضوح الآن وحدد موقف السودان واتجاه السودان، مفروض يكون عنده الشجاعة والقوة ويخاطب المقاومة الشعبية. اليوم البرهان يخاطب المقاومة الشعبية يقول لهم دايرينكم تيجي تقفوا لنا في الحتة الفلانية في الترس الفلاني، الحرب انتهت. الليلة البرهان بيتكلم عن المقاومة الشعبية انها جزء من القوات المسلحة، وبدأ يتقبلها وبدأ العالم يتقبلها وبدأ الناس تعرف انها تحت منظومة وقيادة القوات المسلحة. لكن للآن ما وجه لها تكليف مباشر. احنا دايرين البرهان يطلع بكرة يوجه تكليف مباشر للمقاومة الشعبية في سنار. اقسم بالله العظيم الحرب انتهت. جيش واحد شعب واحد شعارتين. لما البرهان يكلف المواطن بعمل عسكري واضح، لما يحمل مسؤولية واضحة، لكن لما يجي يقول والله يا اخي نحيي المقاومة الشعبية، ده ما كلام بتاع مجامل. الناس بتحييه وبتسمع الكلام وبتشكر السيد الرئيس وبتقول له وتهتف له، بتهتف له وتقول له شعب واحد جيش واحد، وبيمشي بيوتهم بنومه. لكن في غرة هناك مستهدفة في الجزيرة، في غرة بتنتهك في سنار. ما انت ما اديتهم تكليف، ما انت ما وجهته. قابلنا الادارات الاهلية في مكتب السيد البرهان، قعدنا معاه وحملنا سلام وحملنا سلاح. ما اداك تكليف، لكن ما اداك تكليف واضح. التكليف الواضح ده لما يطلع من البرهان حسم المعركة انتهت. وضح للعالم ووضح للخونة ووضح للمرتزقة ووضح للدعم السريع انه فعلا احنا جيش واحد شعب واحد نأتمر بأمر القيادة العسكرية. البرهان ما وجه لنا اي تكليف. منتظر المنتظرين شنو؟ التكليف ده المفروض يطلع من البرهان، منتظرين بشنو؟ ما واثقين في الناس. لا لا، الناس الشعب السوداني الان وراكم حجم الثقه وانه ما بيقدر بالجيش. وراكم حجم الثقه وانه ما بيقدر بالجيش يا برهان. في سنار دي كان في الكباشي زول مقاتل مصادم حامل الولايات دي كلها في الثلاثة يوم الفاتت دي، واطمأن على الاستعدادات تحت القوات المسلحة واطمأن على، وده كلامه وتصريحات الكباش. لكن لما نجي نسمع انه والله في هجوم الليلة في شرق سنار، والبلاغ ده يترفع انه المواطنين امبارح خاضوا معركة مع الدعم السريع، مسكوا 4 جرارات حقت اسلحة كانت محروسة بتأشيرات بتاع الدعم السريع، كلهم ودوا لي الله. الدعم السريع حاصر المنطقة دي، الأولاد طلعوا يصدوا الأولاد طلعوا يصدوا
ومسكوا الجرارات حقت الأسلحة دي وبلغوها وسلموها لأقرب مكتب قيادة. القصة دي حاصلة امبارح. القرية دي بقت مستهدفة من الدعم السريع. الجيش لازم ينزل الحتة المستهدفة. الحركة بتاعت الجيش أنا فاهمة، لكن إحنا قبل كده قلنا دارين جيش طوارئ يا برهان. ما ليه الكلام ده ذاته؟ أنا قلت لكم نعمل جيش طوارئ. جيش الطوارئ ده يتكون من كل ولاية الدينة 10,000 مقاتل مستنفرين ومقاومة شعبية، من كل ولاية 17 دينية وسبعين ألف. الحتات اللي فيها غوص والحتات اللي فيها أدرك والحتات اللي فيها تستباح والحتات اللي فيها حصلونا، الجيش ده يمشي طوالي. الفاهم أنا الدعم السريع بيعمل في شنو حسي عسكريا، أنا فاهمه داري شتت القوة بتاعت القوات المسلحة نقطة عربي بنتها. تخفيف الضغط عن ولاية الجزيرة لأنه الجيش حكم الحصار على ولاية الجزيرة، لكن في حلول تانية يا صرف انت ما فاهم. لو احنا والله حركنا القوات دي من جيش سنار اللي هو المتحرك بتاع سنار ومصنع سكر سنار والدخل المنطقة دي والوصل لحد كوبري بيكا دي، لو رجعناهم تاني ورا ال 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 الجيش الدعامة ديل في الجزيرة وفي مدني حيلقوا لهم منفذ يطلعوا بيه وممكن يهجم على سنار. انا فاهم الكلام ده. الدعم السريع بيشتت في قوة القوات المسلحة. الليلة اي خرطة جيب الخريطة شوف بيهاجم كيف، بيهاجم في توقيت واحد اتجاهين جغرافيين عكس بعض. مشى شرق سنار طوالي حيكون هاجم غرية في 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 غربي في غربي في غرب الجزيرة، ولا دار درز عصر. هب الشرق طوالي حيمشي غرب في نفس التوقيت، هب الشمال الجزيرة طوالي حيجي جنوب مدني في نفس التوقيت. دار شنو؟ دار القوة بتاعت الجيش المتحرك الماشي المنتظم ده الماشي في شكل صندوق يتشتت، يمشي بيجاي ويمشي بيجاي وصرخات المواطنين واستغاثة المواطنين احنا دي فاهمينها. لكن يا برهان ما عندك انت اكتر من 400,000 كلاش، 400,000 كلاش تغضب لغضب البرهان، ولو وجهتها ما بتنزل يا برهان. كلف المواطنين في 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 الدامر، وكلف المواطنين في عبر، وكلف المواطنين المجاهدين في 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 كرري. اعلن ال 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 النفره بتاعت سنار، اعلن النفره بتاعت الجزيره. خلي التكليف ده يجي للمواطن منك انت، زي ما انت قبل كده شرعنت للناس موضوع الاستنفار وخليتنا نخش معسكرات وخليتنا ناخد نمر عسكريه. الركود الذهني الان راسك ما يضرب يا برهان. ما تفتكر ان الموضوع ده حنخلصه كاكي اخضر، ما بنخلصه كاكي اخضر، لانه الدعم السريع بيستعين بمواطن، الدعم السريع بيجند قبائل، الدعم السريع بيستعين بمرتزقه. ده كله ضغط على القوات المسلحه بالمناسبه. القوات المسلحه جايه من الشرق وجايه من الوسط وجايه من الغرب، الجاي من الجنينه وجاي من الفاشر، مساهمه في معركه تحرير الجزيره. ما بعرفوا الشوارع، ما بعرفوا المواطنين. اللي بيعرفون المواطن. المواطن هو عارف الحته دي ساكن فيها منو، وعارف الزول ده ولاؤه لمنو، وعارف ناظر القبيله الفلاني هنا ده تابع لوين. ده بتخفف الضغط على القوات المسلحه. الجيش برا ما حيقدر يحسم المساله دي. وجه تكليف مباشر للمقاومه الشعبيه في سنار، والمقاومة الشعبية في المناقل، والمقاومة الشعبية في الجزيرة. الليلة احنا بنشوف مناطق الدعم السريع بيستهدفها. المطلوب مننا اعلاميا انه احنا نضغط على الجيش. احنا الجيش ده قدمنا شهداء في اول ساعات من العيد، قدمنا شهداء في 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 مدرمان، قدمنا شهداء في في يوم العيد ده في الساعات الاولى. كيف الجيش ما واقف؟ الجيش واقف، لكن معركه كبيره، المعركه متدخله فيها اطراف. لما نجي نقول السودان يحارب 18 دوله، شنو المقصود ب 18 دوله؟ لو كل دوله رسلت لها 10,000 مقاتل ده 180,000. المعلومات اللي انا هقولها لكم دي ده الواقع الان. الجيش بيتحرك في الخرطوم وفي بحري.
الجيش بيتحرك في الخرطوم وفي بحري. احنا واحدة من الحاجات اللي بتغير معادلة المعركة اللي هي مصفات الجيلي. طيب في الخرطوم وبحري العلاقة شنو؟ اول من مصفات الجيلي دي الجيش استلمها كده اما انظهروا. الحتة الوحيدة اللي حيمشيها وين؟ حيخش بحري وحيخش شرق النيل. المسألة دي اتأخرت. الليلة المواطنين في شرق النيل اللي كانوا مستنفرين وداعمين للقوات المسلحة جزء كبير منه انسحب. الدعم السريع المواطنين اللي قاعدين بيجيهم حوالات بتاعت قروش بدل كان الواحد 100,000 بتمشيه اسبوع وعشر يوم اسبوعين وشهر، الليلة داير 300,000، ثلاثة اضعاف يا برهان. لانه الدعم السريع متحكم في الستارلينك ومتحكم في التحويل بتاع القروش، بيكونوا قاعدين معاك في بنكك بيشيلوا منك 15%، ودي في المناطق المحاصرة في الجزيرة وفي سنار وفي النيل الأبيض وفي كوست وفي القطينة وفي جبل أولية وفي أي حتة محاصرة. الدعم السريع يا برهان بيشيل 15% من المبلغ الجايك. غينوا من وراء المواطنين، بيقوا ما شغالين حرب ولا أي حاجة، قاعدين مترزقين. الواحد خاطي ستارلينك وقاعدين المواطنين مجبورين. البضاعة بيجيب الدعم السريع والقروش بيشيل الدعم السريع. الناس مستعبدة مرحلة متقدمة شديد. الحاجة دي احنا مستبشرين خير وكنا بنصبر في الناس في توتي، بنقول لهم والله يا هون ديلك ناس سلاح المدرعات، ناس العمل الخاص وناس التيم الصاحي وناس وليد السعدابي وناس نصر الدين، الناس دي متقدمة ومتحركة عليكم. وبدت كتائب الاستطلاع تقطع من أم درمان تمشي بحري، وكتائب استطلاع تيجي تقطع الكوبري من من درمان تمشي الخرطوم وتنزل الاستراتيجيه. المساله دي اخذت فتره طويله، احنا كنا مركزين على مصفى الجيلي. انتصار كبير حيغير شكل المعادله في الخرطوم. الناس في عركويت وفي شارع 60 ديل ما شافوا كاكي اخضر اصلا. تخيل وضع الناس دي سنه كامله تحت الذل والاستعباد يا برهان. ولازم نسرح خطواتنا بعد ده. بنتسائل الطيران وين في الفتره اللي فاتت دي؟ في حتات مراكز جنوب الخرطوم رجعوا تاني الدعامة يعيدوا في مراكز الاعتقال ويعيدوا في الأسواق حقتهم. الطيران واقف، ما نشتغل فيهم مسيرات، عندهم أجهزة تشويش دلبة سارة دي بس ترجع سارة تاني. والأنتينوف كل مراكز مواقع الدعم السريع في جنوب الخرطوم ما ينوموا. الناس حسوا باستقرار، حسوا باستقرار يا برهان لدرجة انه في الولايات في قناصة من دولة جنوب السودان ومقاتلين من دولة جنوب السودان ومعاهم حبش عديل في الاسواق. الناس بتشوفهم، الناس بتشوفهم عديل. في تهاون حاصل، في تهاون حاصل في شرق النيل. عربية رصدوها لي جاية من الضعين دخل شرق النيل يا سعادتك. ده تهاون، ده تراخي. انشغلنا بمعركة الجزيرة، قلنا حنأمن شرق النيل. وصلنا مرحلة كنا احنا داخلين على كوبري حنتوب قبل 4 يوم، انسحبت قوات مناوي. واحد من الكلاب ديل طالع بيتكلم عن انه احنا والله الحركات المسلحة كلها بيق الجيش والناشطين اللي بيتكلموا بيلمس فينا. الكلب اللي قاعد في قطر ده يوم ينبز البرهان، يوم ينبز الجيش، يوم ينبز كباشة، حسب الزول اللي بيرسله. وما تعمل فيها انك جياش، والله لو لابس لواء هتجي تتكرتن. انت اكبر كلب، مش اعمل لي فيها بعدين مجنون. انت بالذات انا حعيشك دي، حعيشك انا براي والله العظيم. مالك يا حبيبنا؟ قال يا اخي موجهين هجوم على قوات مناوي، وكل قوات مناوي انا حس اللي انسحبت. وين قوات مناوي اللي انسحبت؟ عشان كده بقول لكم يا الناس في الجزيرة ما تضغطوا الجيش. الجيش ماشي وضغطك له بيخلي الجيش لو وقع في كمين لما العساكر تاني صعبة بتاخد لكم من شهرين لثلاثة شهور. وضربت لكم نموذج بالقوات اللي انسحبت في حطاب والقوات اللي انسحبت حصل لها كمين في بحري، سحبت حطاب وانسحبت الكدر ما طلعت إلا بعد 6 شهور. العملية دي عملية قاتلة. ما تقعدوا تضغطوا الجيش يتحرك امشي امشي في الجزيرة. لو الجيش ده قلت لكم وقع في كمين واحد لمته مشكلة.
الجيش لو انسحب من كمين تاني لما مشكلة ما دار تستوعب المنتلتي دي انت. ما هو ده نموذج حس قوات مناوي. احنا قلنا قوات مناوي انسحبت في المعركة ومشت بالقوة كاملة ما فيها ولا خسارة واحدة، طلقة ما جات في عرباتهم، مشوا دخلوا الفاو يضربوا في رصاص لحد الصباح. زعلانين من منو انتو؟ ما من الدعامة ما ترجعوا تبلوهم. الحصل من قوات مناوي انسحبت، انسحب معاه جيش رجع لحد الخياري، ما شافت اشارات جارية ما فيهم في شنو. هل ده انسحاب عام؟ هل القائد العام قال للناس انسحبوا؟ رجعوا لحد الخياري تاني، حنبدأ من الخياري نتحرك. لاني حنبدأ انه والله الحصل شنو والكمين وقع وينه عشان ما نقع فيه، ونبدأ تاني نحرك المسيرات ونتحرك استخبارات أرضية ونجي في الميدان نعمل الطرح والجمع. ده ما تعطيل. قوات مناوي لو ركزت كان الموضوع انتهينا وكان دخلنا حنتوب قبل 5 يوم. احنا من يوم الوقفة المفروض نخش حنتوب دي. من يوم الوقفة يا هداك الكوبري بتاع حنتوب 9 كيلو، شايفينه الناس بالليل، شايفينه النهار، شايفينه. حصل تعطيل. التعطيل ده أثر على منو؟ على العمليات العسكرية في شرق النيل. كان مفروض طوالي كوبري حنتوب بجاه القوة دي كانت هتنزل تشرف في شرق النيل، لكن ظهري كاشف في شرق النيل. أنا ما بقدر أطلع الجيش، ما بقدر أتقدم أمشي على الجزيرة وأشتغل فيها وظهري كاشف في شرق النيل. ظهري كاشف في الاستراتيجية، ما بنقدر نخش الرواد. في جيوب في منطقة السوق العربي فيها قناصة بتاع دعم سريع، جيش القيادة المفروض يطلع يحسم الموقف ده. جيش القيادة منتظر التقدم بتاع جيش سلاح الإشارة. سلاح الإشارة محاصرة، فك الحصار حق سلاح الإشارة بيتم عن طريق إسقاط الجيلي. الجيلي هي المفتاح، الجيلي هي المفتاح. لما الدعم السريع دخل عطبر بالمسيرات طوالي مفروض القوات دي تنزل من عطبر وشندي تدخل الجيلي طوالي. ضغطناهم في الجيلي بعد العملية بتاعت المسيرة في عطبرة، سلموا 50 من القناصة حقينهم. احنا ماشيين كويس، احنا ماشيين كويس. اخذ الساعات زيادة، لا الحصار اكتر من كده ما ينفع. انا عارف المصفى وحجمها، وقبل كده طلبت تقرير انه الناس تعرف حجم المصفى ده، انه الموضوع ده ما بالسهولة دي. اخطر حتة هي المصفى، عشرات المباني، عشرات الأقبية تحت، الطوابق الأرضية للتأمين، المساحات ضخمة تحت الأنابيب ممكن تنفجر، تنفجر السودان ده كله يتفجر. فيها غاز وبنزين وفيها بترول وفيها كل المواد المشتعلة وما بتطفي نار تاني. أنا عارف خطورة المصفى، لكن بعد ده المصفى ده مفتاح. المصفى ولا عرض بيت واحدة في السودان. وصلنا مرحلة انه نبل المصفى نبله عشان ما الدعامي ده يدخل يحتصب له بيت في توتي. احنا اهملنا توتي. توتي فيها مجموعة بتاعت ارتكازات كلها انكم جوه توتي وفي محيطة جنب القاعة والكوبري والفندق بتاع الغزافي ده 13 ارتكاز. الدعم السريع ده له شهر ما قاعد يوقف عرباته في ارتكاز في السودان كله. إذا كان عندهم مسيرات فعندنا بقت تطوير بتاع أسلحة بتاعت إحداثيات. ما قاعدين نجلي أي هدف، ما في ارتكاز فيه دعم سريع بيقعد. عارفينهم 13 بيهربوا. انزل العمل الخاص ناس وليد السعدابي، يا أخي احنا بنكلفكم باسم الخرطوم وباسم توتي، باسم المواطن المحاصر في أركويت، باسم المواطن المحاصر في شرق النيل، باسم المواطن المحاصر في الخرطوم، يا وليد، يا تيم الصاحي، يا استريت والجبرة، يا نصر الدين، يا كل القوة الثبتت وركزت في سلاح المدرات. المجمع بتاع الرواد هو المثبتنا. مجمع الرواد ده قادر يحيد سلاح الإشارة، قادر يحيد سلاح المدرعات، قادر يحيد سلاح الزخيرة، قادر يحيد القيادة العامة. مجمع الرواد ده الشققون اللطيفة والجميلة دي، المباني اللطيفة دي، المباني اللطيفة دي في كل شباك في قناصة. عنده بندقية ومنظار ليلي بيشوفك على بعد 7 كيلو، والطلقة بتجيك طلقة الدوشكة دي بتجدك بشقك النص. الطلقة بتاعت الدوشكة انتوا ما شفتوها،
بيشوفوا كتير من الدعامة دي المقسمين ومقطعين، الواحد بيحتار يا ربي ده ضرب ساطور دي جزار قطعه، دي طلقة بتاع الدوشكة بتقسمك الاتنين. طلقة الدوشكة لو لاقت عربية مدنية ساي ماشية بتقلبها طلقة واحدة من قوتها، ده بيخطوها في البندقية القناصة بنيشك هناك في حي العمدة. مين الرواد ده بيشوفك بنيشك في حي العمدة؟ احنا حسي احدي تكليفنا للمدرعات، تكليفنا لسلاح الطيران، تكليفنا للمسيرات. الرواد يا اخوانا دارين نشتغل فيهم من بكرة ان شاء الله يظهر الشغل فيه ارضا وجوا تترص الطوالي. التحرك بتاع الدعم السريع الامن، ولانه والله يا اخي المسيرات قلت لانه هم قالوا لا تشتغل المسيرات تاني. وليد السعدابي يا اخي دارينكم تحيدوا لنا الرواد عشان نقدر نربط بين سلاح المدرعات والقيادة العامة، وعشان نقدر نربط بين القيادة العامة وسلاح المهندسين. سلاح القيادة العامة لو فتحت أبواب دي مع المهندسين المحررة ما قطعت الكوبري، ما في حاجة تاني. الكوبري بس من ننزل بيجاي انتهى الموضوع. دارين السيد الوالي ولاية الخرطوم يعمل نداء تاني أهل المجمع يا برهان، قال لكم نزلوا الواطة إذا كان هو المعطل عملية الخرطوم، أبدو لكم بطابق واحد في عمارة شقة واحدة باللوة دعامة أنا ما بقعدوا من معركة تحرير الإذاعة الدعامة ما بيقعدوا بينسحبوا. هسي إحنا كنا منتظرين في يوم العيد السيد اللبيب وغسان عبد الماجد يعلنوا لنا تحرير حي الدوحة، حي الدوحة اللي كان محيد سوق ليبيا والمحيد أم بدات دي، بس المشكلة الوحيدة فيها حي الدوحة ده المفروض يعلن انتصاره ونظافته يوم العيد، وجزء من الدفاعات المتقدمة احنا ماسكين نص حي الواحة. عندنا عمارات بالحساب 5 عمارات يوم الوقفة استلمنا منهم العمارة، فاضل لنا 4 عمارات فيها قناصة ممكن يوقفوا كل المتحركات دي. الناس اللي ما عارفة انه دخول الإذاعة ده قناص واحد كان مرجع له متحرك كامل، لانه في ثانية واحدة ممكن يقتل له 8 لا بتمسكك مدرعة ولا مصفحة ولا ببلك. الناس اتقدمت وبنقدم شهداء في كل متر احنا بنمشي فيه، بنقدم ما لا يقل عن 3-4 من شهداء القوات المسلحة والمقاومة والمستنفرين. دي المناطق المفروض يتحرك فيها الجيش، ما داير النقيف يا اخوان. الجيش الفترة اللي فاتت دي احنا عارفين استراتيجيتك وعارفين اي حاجة، ما حنتدخل فيها ولا حنضغط القوات المسلحة تغير في استراتيجيتها وتحركها وخططها، ما حنضغط. لكن حنقول لكم استدعوا المقاومة الشعبية، وروا العالم وروا الدعم السريع ان الجيش ده والشعب واحد. باعتراف اعلام الدعم السريع، اسمع الكلام ده يا برهان، باعتراف الدعم السريع في منشور كتبه امين جحا ده طبعا زول مازوخي بيحب ينبذه بيحب يسيئه بيحب كده بيستمتع، والله العظيم جد راسه ما تمام. امين جحا كتب قال شنو؟ قال يتعرض الان الدعم السريع للضغط سياسي كبير من قبل الحركة الاسلامية بكل واجهاتها من الاحزاب السياسية الموالية لها ومن احزاب اليسار وواجهاتها من اعلاميين ومثقفين ورأسمالية، هو طبعا يساري وشيوعي مناضلين الحزب الشيوعي لما دعموا القوات المسلحة، ومناضلين الحزب الشيوعي شالوا كلاشات، والمحزبين شالوا كلاشات ونزلوا مع القوات المسلحة والمستنفرين، الكلام ده ما عجبه. رغم انه ادبيات الحزب الشيوعي اليسار هي النضال بالمسلح اساسا، ما عندهم حاجة غير كده. ده الحزب الشيوعي قائم على النضال وقائم على معارضة السلطة بأي وسيلة. الليلة هو تنكر ليهم قال يا أخي واجهات من الأحزاب السياسية الموالية لها ومن قبل أحزاب اليسار وواجهاتها من إعلاميين ومثقفين ورأسمالية ورياضيين وفنانين. أمين جحا الليلة
اعترف انه الدعم السريع انهزم اعلاميا، واعترف انه الشعب السوداني كله توحد ضد الدعم السريع. ده كلام واعتراف بالمناسبة. هو فاكر كده هسي بيحلل، ما ربنا سبحانه وتعالى سحب منهم الحكمة وسحب منهم الفهم. اللي اعترف قال شنو؟ قال يتعرض الآن الدعم السريع لضغط سياسي كبير. يعني شنو ضغط سياسي كبير؟ يعني العالم كله توحد ضد الدعم السريع. من اللي توحد ضد الدعم السريع؟ قال من قبل الحركة الإسلامية بكل واجهاتها، ومن الأحزاب السياسية الموالية لها، ومن قبل أحزاب اليسار وواجهاتها من إعلاميين ومثقفين ورأسمالية ورياضيين وفنانين ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيين. الدعم السريع الآن أمام خيار اختبار حقيقي وكبير، يجب عليه الحسم السريع قبل فوات الأوان والضرب بيد من حديد. أمين الليلة لف الكدمول، نسأل الله أن ينتقم من أمين في نفسه وماله. نسأل الله أن ينتقم من أمين. قال لهم وجههم بأنه الحسم السريع، الحسم السريع يعمل شنو؟ الحسم السريع يعمل شنو يا أمين؟ قال قبل فوات الأوان والضرب من يد من حديد. فوات الأوان، الأوان فات. ما الشعب زول اعترف انه الشعب كله بكامل فئاته بكامل أحزابه بكامل فنانينه بكامل رجال الأعمال بكامل السياسيين بكامل المواطنين واقفين ضد زول. دي ما معناها الدعم السريع مرفوض يا أمين، ده ما استفتاء. حتى الأحزاب اليسارية ضد العسكر وضد الجيش الليلة ده ما استفتاء، كل السودان بقى جيش. قال الدعم السريع قبل فوات الأوان، الأوان ما فات. إيه تقدر تقنع المواطن في الجزيرة إنه يبقى دعامي، إنه يبقى تقدم، إنه يبقى حرية وتغيير بعد العمل الدعم السريع؟ الدعم السريع ما مشروع يتحرق، فنى، انتهى. الاعتراف ده مهم جدا. طيب قال لهم اعملوا شنو؟ بنظر لهم. طبعا أمين جحا المغدر إنه يقول الكلام ده ما حقه. انتوا بيشوفوا منشورات وكلها سطر سطرين، مهاترة مع فنان، مهاترة مع فنانة، هتكي عرض زول، دي الحياة اللي بيعرفها. الكلام ده اكبر منه، ده كلام بتاع جروب هو فيه سمع له كلام داير يشخص كاتب له 10 سطور. دي ما بيعملها قبل كده، امكانياته العقلية اللي انا بعرفه بها ما بيعمل الحاجة دي. ما انا متابعه من 2015 ما بيقدر يعمل الحاجة دي. متقلب الرأي، متقلب الهوى، مازوخي، تنبذ. وهسه الكلام ده انا اللي بقوله فيه ده مستمتع عديل، بيكون راقد في السرير على بطنه مستمتع والله العظيم، مبسوط انه نبذوه الليله زي حنان حسن تتنبذ مازوخيه. ده الناس مرضى سايكوباسيه، عندهم كمان في السايكوباسيه اللي يتنبذ زي بقال ده سيكتب في الكلام ده وفي الكذب، عارف انه حيتردم وعارف انه حيتبلى. ممكن يكتب كلام موضوعي، توجيهاتي للسيد القائد العام للدعم السريع انه يجب ان يصدر القرار الفلاني بترقية فلان او دعمي، ما بيكتب كده بقال. اي الليل احنا خشينا ليكم، وين الكيزان؟ وين الاعلام؟ وين تلفزيونكم؟ وين طارق الهادي؟ ما يجيبوا لنا تحت الكوبري، انا تحت الكوبري، الناس حيجوا يجيبوا له فيديوهات من تحت الكوبري وينزلوا له في قناة العربية. بقال ما بيستمتع الا يتنبذ. ده زول مازوخي، في مرضى بالمناسبة. عشان كده الدعم السريع قلت لكم لما ننهيه كل العوائق كل البلاوي في السودان حتنتهي، دي النوعية دي حتنتهي، والله ما حيكون عندكم تاني كلب حاين زي ده في السودان. قال شنو الكلب ده؟ قال والضرب من يد بيد من حديد، اضرب منو بيد من حديد؟ اضرب اهله في الجزيرة وفي كوستي. قال له نضربوا اهله هو ذاته ما من النيل الابيض. هو طبعا الناس كلها بتتبرأ منه أمين، حتى أقرب ناس له في أسرته، والله وعارف الكلام ده. قال له نضرب من يد من الحديث في الأماكن التي توجع الحركة الإسلامية وحلفائها، كما يجب عليها إظهار الوجه القبيح، لأن السودانيين لم يسيروا خلفهم. إن لم يضربوا بيد من حديد وطالما كان قد خرجوا ضد نظام البشير واليوم في خندق واحد مع نظام البشير، لذلك الحسم العسكري هو الحل. قال لهم اضربوا المواطنين، قال له اضربوا المناطق اللي بتوجع الحركة الإسلامية. عندهم شنو الحركة الإسلامية حسي؟ ما الحاجات حقتهم انتوا سرقتوها، ما لجنة التمكين شلتوها،
الحركة الإسلامية شنو يعني؟ عندها شنو؟ ما مغرهم ده تحرك في عطبرة من بداية الثورة، ما عندهم، أنت عندهم شنو بيوجع؟ البوجع الحتات اللي بتلاقي بيكونوا فيها المواطنين، أنت كنت أنت بتحرضهم يضربوا المواطنين، بتحرضهم يضربوا ده اسم النائب العام، أنت قاعد تسمع في الكلام ده؟ بالمناسبة هسي مكتب النائب العام في اللايف ده قاعد متابع، في تعليقات كنت متابعين، سامع الكلام بتاع الزول ده؟ يحرض تحت حجة انه دي الحركة الاسلامية، اقتلوا المواطنين قال لهم واضربوا بيد من حديد، والله بوجه فيهم الكلام ده سمعوا بكون في غرفة دعوه الاجتماع فيه الجوني، ودعوه الاجتماع بيكون فيه بقال، دعوه الاجتماع فيه شبشب الملك، دعوه الاجتماع فيه السفيه الحمدابي، الساق القوة دخلها مروي، دخلها لأعراضه، اللي بيقول انه الدعم السريع والله قواته فيها شباب نستفيد منهم بعد الانتهاك اللي عمله ده، هما مسألة عرض وانتهاك دي ما بيعرفها. حقه الواحد يشغل لك الفيديو بتاع بورسودان عشان نوري الناس انك ديوس من بيتين وقواد من بيتين يا سفيه الحمدابي، شغلتك ما بتخليه، شغلتك ما بتخليه، احنا دي حرب ضد الدنس ده ذاته، بحرض فيهم. طيب بحجة انه شنو؟ حركة اسلامية. قال لهم ديل الناس اللي طلعوا ضد البشير والان في خندق واحد مع العساكر، يعني دمهم مستباح. المواطنين حس عديل ما طلعوا ضد الحركة الاسلامية، قال للدعم السريع اضربون من حديد. ليه اضربون من حديد؟ قال ديل ما طلعوا ضد البشير وحس واقفين معاه، واقفين مع الجيش، واقفين مع الحركة الاسلامية، قال اضربوه مستباح دمائنا. قال إن لم يضربوا بيد من حديد وطالما كان قد خرجوا ضد نظام البشير واليوم في خندق واحد مع النظام البشير ضد الدعم السريع، لذلك الحسم العسكري هو الحل، كما يجب على الدعم السريع خلق تحالفات سياسية واضحة وآلة إعلامية قوية تردع الفلول، لأن الفلول اعتمادهم على الإعلام في المقام الأول والأخير، فتراجع الدعم السريع في أم درمان هو الذي سمح بذلك. إذا الضرب المبرح يجب أن يبدأ من أم درمان، أم درمان فيها مواطنين، المواقع العسكرية أمين ما كل يوم الدعم السريع بيدون فيها، أنت ما بتوصيهم، كل يوم بيضربوا حسي دي بيكونوا أسي عشوا الناس في كرري هسي، وأنا بتكلم معاك بيكون عشوهم عشونا، دونهم كده لما آمن دونوا كرري، دونوا الإشارة. لكن انت قلت الحسم يبدا من ام درمان، ام درمان احنا استعدنا فيها الاذاعه، انت اللي موضوع استعاده الاذاعه للقوات المسلحه، انت الليله ما لفيت كده مول، يعني انت ما محايد الجيش ما استعاد الاذاعه، المفروض تكون في النص تقول لهم بس حافظوا على المواطنين في ام درمان، تقول لهم الضرب يبدا من ام درمان، ام درمان دي تقدر تعمل فيها حاجه؟ قاده الدعم السريع اللي عندكم في ام درمان منو؟ من القادة بتاعين الدعم السريع في مدرمان؟ امشي خش الجروب بتاعك التوجيهات الجاتك دي وانك دار تصنع لك، قال لهم اعملوا تحالفات سياسية للدعم السريع، ما هو عامل تحالفات ماضي مع تقدم، دي مشكلتك انت ومشكلة خالد سيلك، بتطلعوا بتوجيهات سكريبات حقت اليوم باليوم، ما عندكم اي خلفية، ما الدعم السريع عامل تحالفات سياسية، تقالوا ما عامل؟ عامل حاجة اسمها تقدم، دي ما ماضي معاه وماضي مع الأحزاب بتاعت الحرية والتغيير في حاجة اسمها الإطاري، الأحزاب دي للآن ما رفعت يدها من الإطاري ولا لغت توقيع، خالص لك لما يجي يقول لي أنا محايد بسأله بقول له المؤتمر السوداني لغى توقيعه في الإطار ولا ما لغاه؟ ما لغاه، يبقى الدعم السريع والمؤتمر السوداني واحد، لأنك ما متابع. الدعم السريع ما ماضي في اتفاقية في أديس أبابا برعاية دولية، أنت ما عارف الموضوع ده ولا شنو؟ خلق تحالفات سياسية، خلق تحالفات مع حزب الأمة، نسيت الكلام بتاع زينب الصادق؟ نسيت الكلام بتاع الحزب الجمهوري وقادة الحزب الجمهوري؟ نسيت حج نورة قال شنو؟ النور حمد؟ نزل لنا الفيديو ده تاني يا غسان، الأحزاب السياسية اللي بتقول إنه الدعم السريع يقعد في بيوت المواطنين، نزل لنا الهاشتاج، نزل لهم المنشور بتاع شبشب الملك، قال له يا غبي يطلعوا لك كيف وفاوضوك من تاني على شنو؟ ما يطلعوا من بيوت الناس، دي ما تحالفات سياسيه، لانك ما مذاكر، ما قلت لك انت ما سكران ولا انت 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 ما فاهم حاجه، انت بس بتيجي متاخر، والله العظيم جد مخك الما نصيح ده المازوخي ده بوديك. الدعم السريع ما عامل تحالفات، عامل تحالفات قبليه،
عامل تحالفات قاسي لما كان بيطلع شيخ اللمين يقول لك الدعم السريع مسيطر على امدرمان. ما قال الكلام ده ليه؟ ما لانه متحالف معه. ما في مليون مواطنة قاعدة في امدرمان لو اديت دعام اغتصبها وقتلها وقطع رقبتها ما بتقول الكلام ده. ما عامل تحالفات سياسية حسيتوا ما قايمين 10 أنفار. ومبارح والليلة بتتكلموا عن الفيديو بتاع الدعام اللي قبضوه في كوبري ود البشير. انت باقي الفيديو ما شفته. القصة اللي حصلت في كوبري ود البشير انه الجيش مشى يوزع الكرامة حقت العيد. دخلوا بالكوبري جاء 2 راكبين موتر. وتاني معاهم 2 راكبين موتر. سكارة دعامة سكارة قايلين كوبري ود البشير لسه تحت منه. تحت يد الدعم السريع. ديل برا الشبكة شكلهم مخندقين. سنة ما مرقوا. قاموا استلمون لك استلام حي. اللي استلموا ده اخو يأجوج ده. الفيديو واضح وصوته واضح. قال انا ما الغايد. واي ما تقتلوني. انا ما الغايد. طلع فرس النهر. بيقول يا اخي العرب شجعان والعرب رجال. شوفوا الزول ده في الفيديو قال لهم انا ما خايف. هو ما قال انا ما خايف. قال انا ما الغايد. انت ده ما ده الاعلام ده ما التحالف ده ما كان بتاع دولة البحر والنهر. الليلة بقت عنصرية بصل مرحلة انه يضربوا له عبرة ما بيتكلم. ده ما دولة البحر والنهر ما داخلة فيها عبرة ما اهله. الليلة بيضرب مثال ونموذج بالدعامي ده. ده ما تحالف تزوير. الزول طلع نزل الفيديو ده والحتة دي اقطعوها. وين احمد 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 المغربي السلام عليكم تلفزيون السودان السلام عليكم كيف اخباركم. الفيديو بتاع الزول ده عليك الله جيبوه وسمعوا الناس. قال شنو؟ قال واي انا ما الغايد ما تقتلوني. بال في بنطلونه طلع وقال لك عانوا شجاعته. قال انا ما خايف. لا لا قال انا قال انا ما الغايد. انت ما نفس الكلام اللي بتقول انت ما بيقولوا اعلام وبوق المرتزقه البيكوريك سايد ما فاهم حاجة ده. اللبيع ما نفس الكلام عامل هاشتاج قال انا ما خايف. وما خايف انت رئيسك رئيس الدعم السريع ده عامل ميت 8 شهور. انتوا ما خايفين كيف يعني؟ قاعدين في بيوت المواطنين ما خايفين كيف يعني؟ انت حمير ولا شنو؟ انتوا مثال ونموذج للخوف. ما في قوة في الكوكب ده. ما في قوة بين تاريخ الحروب احتمت بمرة. ما في. ما في جيش بيدخل لمرة يقول لهم اقعدوا ما تطلعوا من البيت لانه الجيش لو جاب يكتلنا. ما حصلت. انتوا نموذج. انتوا اله الخوف. اله الخوف. اله الرعب. قاعدين تواجهوا وين انتوا؟ الدعم السريع من 200 دار له اثبات انه خايف. ما قاعد في بيوت المواطنين. قاعدين في المستشفيات تحت الدايات. انت دار نموذج يقدموا لك 200 وكيف وين؟ انك انت خوف اكبر من انك انت تدخل مستشفى ولادة. اقسم بالله في تاريخ العسكرية ما حصل. هولاكو ده كان بشق البطن بتاعت المرة بجنينة بيبتلو. لكن ما قعد في مستشفى ولا قعد يدس له ورا مرة. ما حصلت. انتوا قاعدين في مستشفى الدايات. قاعدين في مستشفى الولادة. تاني شنو خوف؟ رئيسك عامل ميت. ما ميت طلع. قالوا لا لا ما ميت. انتوا طلعتوا بهاشتاج يا حميتي يا ميت. انا قلت لك انت ميت ومسخرة. وين حميتي حسي؟ لماذا لم يظهر حميتي في التوقيت ده وجيشه محتاج له؟ ده ما خوف؟ لماذا لم يظهر حميتي؟ لانه خايف. خايف من شنو؟ يقتلوا؟ لا ما خايف يقتلوا. احنا ما قلنا له تعالوا البرهان. ما قال له تعالوا الخرطوم قوت قواتك. بيتكلم عن الآلة الإعلامية بتاعت الحركة الإسلامية وبيتكلم عن إنه الواجهات إعلامية وحقت الأحزاب. أقول لك أنا دار دافع عن نفسي وبيتي وأقول لك إنه دول متمردين وخونة ومرتزقة وإنه أنا داعم مؤسسة القوات المسلحة. دي اسمها إعلام مدفوع ودي اسمها إعلام موجه يا أمين. أنت ما بتخاف من الله؟ ما خايف من يوم الحساب؟ ما خايف على عرضك على أولادك على أهلك؟ ما خايف؟ ما خايف من الدعم السريع ده يستبيح؟ ما الحاجة ما بتحرك فيك حاجة؟ حقد وغل. انت مازوخي حقيقي. انت مريض المفروض تتعالج. ما قالونا الحركه الاسلاميه. قال لك يا اخي الجيش دار يعيد الحركه الاسلاميه. ده سؤال مهم جدا دار نتكلم فيه. نخطه اساس كده ونيجي نواصل فيه بكره ان شاء الله. هسه الحريه والتغيير دي
واقفه مع الدعم السريع ليه؟ زي الوقوف الفاضح المفضوح اللي وقفوا امين ده، او الوقوف الفاضح المفضوح اللي بطبل بيه فرس النهر الباطل ده. ليه عملوا كده؟ لماذا؟ او الكلام اللي بيجي بهدد بيه الشعب السوداني السفيه الحمدابي او شبشب الملك ويقول لك الدعم السريع جاب صواريخ. تقول له انتوا جايبين صواريخ تقتل المدنيين، ولا تقول لهم الحاجه دي ما الخوف من المسيرات، الخوف من الصواريخ؟ ما تجي صواريخ انت حمار ولا انت من الرجال ركزه الصواريخ؟ ما بتدق في راس الناس دي الصواريخ شغاله يوميا، شغاله يوميا الصواريخ دي ما وقفت. البجبر الليله الامم المتحده وسفيره امريكا في الامم المتحده الليله تقول انه احنا حنطلع عقوبات على الدول المسانده للدعم السريع. انتوا دي ما قريتوها غحاته؟ انتوا قالين روحكم اماراتيين؟ لا بجد والله، انتوا الواحد ادوه غامه ذهبيه، ما ادوه الجنسيه الذهبيه. انت سوداني يا كلب، لكن احنا برضو بنسحب منك، حنخليكم بدون قحاته بدون، وحياه الله تلفوا كده لما الله يغفر لكم. والله حد بتتبلوا بل ما لكم حسي. داعمين الدعم السريع ليه؟ قالوا لانه الجيش حيعيد الحركه الاسلاميه. ماله الحركه الاسلاميه؟ ماله كيف اصرفها؟ يعني ماله انت مؤاخذك على شنو؟ عرفت كيف انه الحركه الاسلاميه كعبه؟ لانها حكمت 30 سنه. يعني الحريه والتغيير خايفه من عوده الحركه الاسلاميه للحكم لانه جربتها 30 سنه، شافت منها شنو؟ الظلم والديكتاتوريه، كويس، وحب المناصب وحب الدنيا والخداع والتجاره بالدين وكل الصفات السيئه في 30 سنه. في زول عنده راي في الكيزان في 30 سنه دي؟ عملوا كده ولا ما عملوا؟ عملوا، والدليل الشعب طلع لهم ثوره. بس في الاعتصام كان في 6 مليون في الخرطوم في الشارع، بس في الاعتصام يوم 6/4 طلعوا بس في الخرطوم 6 مليون. 6 مليون ده ما دليل على انه الحركه الاسلاميه في ال 30 سنه كانت سيئه؟ اي المعيار شنو؟ انه انا جربتك. يعني القحاته لو قلنا لهم الكيزان ده لما يجي يحكموا تاني حيقولوا شنو؟ حيقول لك ما داري انه ليه؟ لانه جربناه. ونبقى المعيار شنو؟ التجربه. التجربه. لو انت جربت الزول ده 30 سنه كويس، ما داروا تاني يجي يحكم لانه فسد وسرق وحرق وقتل وافسد وضيع البلد وضيع السودان، صح؟ طيب انت ما حكمت والناس جربتك، يعني حسيت امين مكي ولا امين جحا وامين مكي ذاته حجتكم شنو؟ حجتهم انه يا اخي احنا نقف مع الدعم السريع لانه الكيزان حيرجعوا. الكيزان الناس ما رافضين انهم، طيب حسي ما هو ده لسه بغنوا لك البراؤون، انتوا اللي عملتوا لهم دعايه. البراؤون ده 1% كتيبه ممكن تكون ما فيها 300 نفر، مشيتوا خليتوه رمزي وطني ورمزي قتالي، فتحوا لهم 100 معسكر، مشيتوا انتوا براكم. الدفاع الشعبي ده ما موظفين قاعدين قوه احتياط، يكون شغال في مستشفى، يكون شغال في طرمبه، مدرب جاهز ده يدافع عن البلد. دخلوا له في بيته وفي عرضه، كشوفات طلعتوها انتوا، الكوزة ما يدافع عن نفسه بطريقة محاكمة. هسي البشير ده لو قاعد له في بيت احنا حنسمح دعام يمشي يقبضه؟ يمسكوا ويربطوا في الشارع ويكفتوا؟ دي العقوبة، عقوبة سرقة البشير لأموال الشعب السوداني انه يتكفت؟ عقوبة أنس عمر ولا الجزولي إنه بنته تغتصب ولا مرته تغتصب ولا ولده يتكتل عمره 10 ولا 12 سنة؟ دي العقوبة بتاعت شنو اللي عمله؟ أنت نسيت يا حنان حسن ما كنت قاعدة مع الجزولي ده؟ بعد ما طلع من السجن مش عاملة معاه مؤتمر وقلت الحركة الإسلامية ممكن ترجع للسلطة تاني؟ نسيت الكلام ده؟ الفيديو ده تاني شيره، أحمد المغربي شغل لها الفيديو ده في التلفزيون في الناشونال تي في، خلينا نسمعه. الشعب السوداني كان واقف في الشارع، هم كانوا قاعدين مع الجزولي. الثورة دي لما قامت الأحزاب اجتمعت في الخرطوم 2، قاعد معاهم الجزولي ده ذاته، والله العظيم نكره. الكيزان مالهم جربناهم 30 سنة، طيب أنا ما جربتك 3 سنين،
انا جربت الثلاث سنين يبقى المعيار بتاع رفض الزول انه انا جربته خلاص انا جربتكم. اصراركم انكم تحكموا بالحديد والنار هسي الليله دي ما افصحتوا عن كلامكم الواضح اللي قالوا امين جهده انكم انتوا حتشكلوا تحالف سياسي وتحالف عسكري مع الدعم السريع وحتشكلوا خط اعلام عشان تواجهوا به وقلتوا لهم اضربوا بيد من حديد في مدرمان للمواطنين والعزل والنساء قلت لهم استهدفوهم. ده ما اخر حاجة عندكم في سبيل شنو انكم ترجعوا للسلطة تاني. احنا ما شفنا الكيزان ده الاعلن وتحالف مع القوات المسلحة سياسيا. جيب لي تغرير او بيان صدر من الحركة الإسلامية تتحالف مع الجيش تتحالف سياسيا. هس انت بتقولها بسهولة بتقول انه انت دار تتحالف مع الدعم السريع وترفض الحاجة دي انه الواحد يشيل له كلاش يجيب برا عنده انتماء سياسي لكن ما عنده عرض عنده روح عنده ارض عنده بيت عنده عمارة انت مستهدفة والدعم السريع مستهدفة. انت قلت له لا ده تحالف ده ترجع للسلطة. لو خيروا الناس بينكم وبين الكيزان الشعب السوداني بيختار شنو؟ هسي انتم ما تعملوا استفتاء الناس هيختاروا منه؟ هيختاروا كيزان قبل الصندوق ليه؟ ليه؟ ما لقوا أولاد الكيزان بيقاتلوا معاهم في الشارع ولقوا البراؤون ديل كل يوم يمشوا حتة مستهدفين بالمسيرات وهم قاعدين برا السودان وفي مصر وفي لجوء وفي السعودية وفي أي حتة. لقوكم انتوا بتعملوا شنو؟ انت بتقول للدعامة اضربوا مدرمان. مدرمان دي ما فيها بيت المال، مدرمان ما فيها بروف مواطنين، مدرمان ما فيها الوالي المدني المتحرك، مدرمان ما فيها مستشفى النوى الشغالة. مدرمان انت ما حددت قلت لهم اقصفوا واضربوا مدرمان بيد من حديد قبل فوات الفرصة. والخطأ اللي حصل في مدرمان والدعم السريع تقهقر لأنه مدرمان دي انسحبت منه. انت زعلان؟ لو عملت استفتاء حسي بكلامك ده ولا كلام شبشب الملك ولا كلام خليفة دنقر الشعب السوداني هيختار منه؟ ورطتوا روحكم سياسيا وانتوا اللي جبتوا الكيزان تاني خطيتوه كخيار. قالوا لكم تعالوا اقعدوا مع الناس ابيتوا انتوا فاقدين. انا كلمتكم قبل يومين قلت لكم خالد سيلك عنده مشكله في الخطاب بيوجه رسائل للجهه الغلط. هو بيخاطب في كوادر حزب المؤتمر السوداني. سفيع الحمدابي بيخاطب في الخونة المعاو. شبشب الملك بيخاطب في البطالة الزيو. خليفة دنقر خال الخيابة بخاطب في الخيابة ما بخاطبه في الشعب السوداني. ما عندهم القدرة هسي يجيفوا يتكلموا الساعة 4 صباحا مع الشعب السوداني. ما بيقدروا يفتحوا لايف زي ده. ما بيقدروا لا يستطيعوا. اللايف اللي بيعملوه ينبذوا الانصراف ولا البرهان ولا الجيش بيعملوا شير وخشوا بيه وخمسة انفار في تيك توك عشان يجيبوا مشاهدات وبعد كله بيتردموا لما نقفل التعليقات. ما بيقدروا يعملوا العمليه اللي انا عاملها دي ولا يستطيعوا. هسه البرهان ذاته ما بيقدر يعملها بعمليه زي دي. ما بيقدروا. انا بتكلم مع الشعب السوداني. انا بخاطب في الشعب السوداني. الحاجه دي خالص لك ما بيقدر يعملها. امين جه اكتشف الموضوع ده ما خاطب الشعب السوداني ولا خاطب المجتمع الخارجي. خاطب منه؟ خاطب منه؟ خاطب الدعم السريع مباشرة قال لهم امشوا اعملوا خط اعلامي اعمل. عملته شركة اسرائيلية. الشركة الاسرائيلية طلعت تقرير في العربية ذاته جابوا لك. الشركة الاسرائيلية قالت شنو تحت الاعلام اللي بتخش هسي تهكر اللايفات واللي بتخش تعمل بيجيكم هاكر في التعليقات. لو لاحظتوا في صفحتي اي منشور انا انزله او تكتب لك تعليق بتلقى مليون هاكر جاك روابط صح؟ دي ما الشركة الإسرائيلية ده ما التحالف الإعلامي الخط الإعلامي. الفنانين اللي انت هسه شايفهم واقفين مع الجيش ما في فنانين واقفين مع الدعم السريع.
المحايدين واللي بيغنوا للشنو والسلام ديل 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 ما دعامه انت قايلوا شنو ديل ديل ما دعامه برضه انهزمته. بيفتشوا في رضا القوات المسلحة وبيفتشوا في دخل اللي صرفه وبيفتشوا. أنا والله العظيم غضبي ده بقى أمن قومي وحياة الله جد. أنا أزعل من زول والله ده أمن قومي يغضب معاي مليون كلاش تغضب الدولة ذاتها معي. أغضب من زول منكم ما أنا وأنت التلميحات ما واصلاكم بتحت بتتجرسوا وأنا حجيبكم أركحكم قدام القيادة بتاعت القوات المسلحة. ده نذر وشرط أساسي وأنا عايش ليه وهعمله. اللي بيشوفوه ناس بتنططوا في الإمارات ده ما تحالف. قناة كاملة اسمها سكايبي لما تطلع تقرير إن السودان دولة إرهابية والإرهابيين ظهروا في الشوارع بيقتلوا وبيضبحوا الناس. تخيل من كل المذيعين تطلع مذيعة سودانية تقول الكلام ده وتمشي صفحتها تقول انه الضبيح بقى في الشوارع وتمشي صفحتها تقول انا حرد عليكم بتقارير بنكية تحويلات الارهابيين من تركيا. طلعت لها قبل 9 يوم في الناشونال تي في قلت لها اتحداك تجيب التقرير ده واتحداك تجيب الحسابات دي. قلت لها محمد بن زايد مشى تركيا فتح لها استثمارات ب 35 40 مليار يا دوب بفتش في رضا اردوغان. دارتك انت تدخلي في متاهه بشوتوك في بكره ما عندك حته تلمك. حتجينا بورسودان حتجينا بورسودان حتيجي مربيه دقن ولافه العمه بتاعت الختميه وتيجي تعمل لنا فيها السيده مريم. حاضر حتجينا بورسودان والله كم ما ربيت دقن ما تخش بورسودان كمان ده شرطي جديد انت بالذات. يجي يقول لك يا اخي ما يصنعوا تحالفات اعلاميه ما مصنوعه. قناه الحدث اللي بتوجه الاحداثيات حقت الموظفين وقاده القوات المسلحه لما يخشوا درمان كم اكثر من 20 موقع اتخصف بعد الحدث ما خشت درمان. الوالد ما اتقتل خميس ده اتقتل بعد لقائه مع قناه الحدث حددوا مكانه ضبحوا. انت دار تحالف اعلامي كيف يعني؟ دار تحالف سياسي كيف؟ تنسيت الرئيس الكيني اللي بيستقبل التمرد؟ نسيت المؤتمر اللي عمله أبوي أحمد؟ ما تحالف سياسي ده. نسيت المطارات بتاعت أم جرس تشات دولة شقيقة دولة جارة دولة تربطنا معاه أواصر. بعد ده كله رئيسة بيطلع بيتكلم عن ياسر العطا بيقول ياسر العطا كيف يسيء للإمارات ويستدعي سفيرنا هناك ويوبخه. ده ما تحالف مع الدعم السريع انت ما شايفه ولا شنو؟ من هزم دولة جنوب السودان اللي بتعترف وزير الداخلية ده ما تحالف. دولة جنوب السودان نادتكم انتوا يا صعاليك قحط مشيتوا قعدتوا مع سيلفاكير يوم الاربع قال لك حمدوك يعتذر. ما حمدوك يعتذر حمدوك ما في زول بيواعد رئيس بيعتذر لو ميت بتجي. ما حصلت انه في زول عمل مواعيد مع رئيس واعلنت غاب جاه العصر من برا يا زول. سلفاكير ما بحسي به هو خط البترول ده ماشي بوين؟ منفذ ومتنفذ دولة جنوب السودان بيعترفوا انهم عندهم 500 مقاتل جوا قاعدين نقبضهم حسي ما 500 ده 50,000. ما ده تحالف سلفاكير جابكم جاب تقدم عمل لها مؤتمر. افريقيا الوسطى مشيتوا قعدتوا في يوغندا مع موسفين ده ما تحالف واتهزمتوا. عندك شنو انت تاني تسوي؟ انت ما قلت لك انت كنت نايم شكلك ودوبك صحيت. ده كله كسرنا يا بيبي كله كسرنا كله دم كله انتهينا منه. مشيتوا مصر حرشتوا علينا الاداره المصريه خدتكم في استراحه المخابرات وقالت ما حنطلع ناس تقدم خايفين عليهم من اللاجئين السودانيين. حرقوكم مشيتوا هناك قلتوا يا اخي المبادره المصريه ندعمها. مشيتوا المنامه ركعتوا لشيوخ المنامه ديل. الكلام اللي انت بتقول فيه ده احنا قدرنا نبلعه وننتهي منه. الموضوع ده جربوه سيادتك وفشل. انت قايل القوه بتاعت الامارات بتيجي من وين؟ قوه عسكريه؟ ما عندها قوه عسكريه. الامارات عباره عن قوه اعلاميه بيفنوا عليك القنوات وشنوا عليك
الجزم زي الديل وشنوا عليهم. ما شايفه انت هسي؟ انا بتابعهم في تويتر، ما عندي تويتر لكن بشوفها في اليوتيوب، عندهم قنوات بترصد كل التعليقات، بيجيب لك كده مسلسلة. والله الاماراتيين دي المعرسين ليك السعوديين ده عرس، فاكين فيهم كلاب ديل وحسابات وهمية طبعا، كلها مخابرات وكلها جزم زيكم. اديك حاجة ما حتصدقها، البارحة عقب الخلوق ما ناموا، انا اسمعكم التسجيل ده الليلة دخلنا نسمع. قامت البيت بتاعت قناة سكاي بي نيوز الممنوعة والمحظورة في السودان، اتواصلت مع منو؟ مع بيتنا الماسكة الوجبات حقت الأطفال في بازار أم درمان. واصلوا معنا سكاي بي نيوز، بكرة تعالوا نعمل الفضيحة دي المجلجلة. ايه رأيكم بكرة نشغل التسجيل بتاع السمرجح الإماراتية مع البيت؟ قاموا رسلوا البيت دي، اتصلت ببيتنا في البازار وقالت ليها يا اخي داري انك تطلع معنا في قناة سكاي بي نيوز. والبيت ما كانت عارفة المشاكل الحاصلة وانه قناة سكاي بي مصنفة وممنوعة. رسلوا ليها الاسئلة ومحاضر الحوار، كان مفروض تظهر معهم الليلة تقريبا امس. فهي شكت، سألت الناس يا اخي والله ده دار استضيفوني وكده وبتاع. طبعا الموضوع ده مستهدف منه السنيور صرفة، يعني ما دارين يمشي يشوفوا انتوا عملتوا الحاجة دي وانتوا كده، ودارين يجندوهم. ما دال قاعدين جوا مدرمان، الدعم السريع ما فقد العيون في مدرمان. والله دي فضيحة، حجيبها لكم برغم التلفون وتسجيل البيت. هسا انا عندي التسجيلات دي هنا لكن ما اعرف ياتوا فيهم، ما داري اشغل واحد غلط. فانا نعمل توتاره كده لسكاي بي نيوز، ونعمل توتاره لوزير الاعلام، ونعمل توتاره لوزير العدل والمستشار القانوني، ونعمل توتاره للمستشار الاعلامي، ونعمل توتاره تخيل شو الاختراق. اتواصلوا مع الزول اللطيفه اللي كانت بتعمل وجبات الاطفال، وهي قالت انها حتتكلم وانها تعرض وتعكس للعالم انجاز. دي سكاي بي المحظوره اللي قالت السوداني ارهابي بطبقة احنا ارهابيين، ومدرمان مليانة ارهابيين ماشيين تفتشوا في انجازات الجيش مالكم. البازار ده ما انجاز للقوات المسلحة، ما البلد امنة، ما في ارهاب، ما في ضبيح، الاطفال بيجوا بيلعبوا، الاطفال بيجوا بيرسموا الوان 15 يوم في رمضان، ولسه في بازار جاي. طبعا بازار الجاي ده حيجيبوا الناس من برا، بضاعتهم من برا، بازار زي البازار. وانا قلت ما يتعامل الا في حي الدوحة، والكلام ده ليك يا غسان عبد الماجد ولا سيد العقيد زكريا ولا سيد اللبيب وسيد الوالي. البازار الجاي ده حيتعامل اكبر بازار حيتعامل في الدوحه دي، في الدوحه ناس مبدل عان، وناس سوق ليبيا العان، وناس المويلح العان، وناس الصالحه المحاصرين، ده بس حقهم، بس بضاعه من برا كلها بدعمها كلها، ولا خيمه ولا اثنين، 20,000 خيمه خدتها ثابته 4 شهور، ما في ساون ينزل، ما في كاميرا تنزل، ما في تلفزيون ده 24 ساعة مراسلين يكون قاعد، حيدعمل. ده ما تحالف، انت نسيت السكاي بي ولا شنو؟ ما جندتوا اعلامكم بقدرة قدرتكم. عملتوا شنو في النهاية؟ ولا أي حاجة. ولا أي حاجة، كله تكسر وتحطم. والله العظيم ما عندكم أي آلة تقدروا تنتصروا بها في السودان. لا أمم متحدة، الحس الأمم المتحدة بالدينكم. الخطاب اللي قاله السيد الرئيس يوم العيد هو خطاب للخارج بالمناسبة. اللقاءات الثلاثة دي ما مشاريع خارجية، قال لهم ماف. لما قعد في الوطاء مع المواطنين في القضارف في يوم العيد صلى معاهم، قال لهم زي ما قلت لكم أمس، لحد هنا نقطة سطر جديد، نقطة سطر جديد. لكن قال داخليا احنا متوحدين واحنا واحد واحنا في صف واحد وخندق واحد، والبلد دي ما بحكومها زول جاي بإملاءات من برا أو زول وقف ضد القوات المسلحة والشعب السوداني، ما حيحكمها. والبلد دي ما حيحكمها إلا الناس اللي تكووا بينارها، الناس اللي وقفوا وصلوا لنا الكهرباء دي يمشوا الكهرباء، الناس اللي وصلوا لنا الموية تحت الرصاص يمشوا الموية، الناس اللي عملوا لنا أكل وشراب دي يمسكوا وزارة الرعاية، ما بيجينا تاني لين الشيخ تاني، ما بيجينا.
التلفزيون اللي وقفوا فيه الناس المقاتلين نهى دي مع حايمة في مدرمان بلكاكي ده يمسكوا الإعلام. تاني ما في حاجة اسمها لغمان يطور الإعلام. طور شنو؟ اللغمان جاب التلفزيون جاب له 3 كاميرات و4 تلفزيونات قاعدة اليوم كل استضيف في حمدوك وفي مدن عباس مدن ويعمل اللغاء هو فترة مفتوحة معاه وهو سهرة معاه وهو لغمان. يا أخي سيدنا لغمان ذاته ما عمل كده. أدى ولده 10 نصائح كتبها لنا في المصحف نقطة اللي سميت عليه وانت ما عمل كده. ما عارفين عن سيدنا لغمان ده تاني أي حاجة. وصايا لغمان لابنه إذ قال لغمان بس تاني 10 حاجات ما قال حاجة تاني. انت سموك على انت اليوم كله قاعد لنا في التلفزيون تقعد تورجي غلين ما كلمة واحدة مفيدة ما خاتين كراسيكم وقاعد كده عامل فيها الود وخالف كراع كده الود خلاص قاعد في مؤتمر الاقتصادي في الدنمارك. ما على خلق قوم كده يا اخي عبط يا اخي وحيات يا اخي والسفيه الثاني ذاك اللي ملك الاعلام ده اسمه الناقص ده البقع اتفاقيه جوبه ده اسمه شنو كده فيه الف لام شين ولا حاجه كده قالوا ابعتوا رجعوه مجلس السياده رجعته المره دي كان سايق عجله ده اسمه طارلي يا اخي ذاك ملك الاعلام لابس تيشيرت خاطي فوق علم السودان اوه مجلس السياده احنا لابس بدله خاطي فوق على العجله بتاعته خاطي فوق علم السودان خلاص عرفناك يا مجلس السياده كل يوم ده مستضيفه لغمان ما اضافوا لنا اي حاجه ما في اي علم ولا فهم ولا تربيه ولا سلوك ولا سياسه ولا اي شيء صواطه في صواطه في صواطه كلام مكرر كرهنا التلفزيون ذاك هسي التلفزيون ده ثاني ما بتجي فيه انت لغمان ولا البشباك ده كلام الرئيس للداخل البلد دي حتحكموها انتو ما في زول حيلوي يدنا ما في زول حيفرض علينا حاجه وذاك الجيش في الشارع وباذن الله منتصرين منتصرين من القياده والناس تثبت لنا الهاشتاج ده هاشتاجين قلناهم عن سنار وعن بيكا وعن الجزيره والهاشتاج بتاع ان احنا البلد دي يا اخواننا حيحكموها الناس الجوه ديل الموضوع ده اتقفلت طرشه والله قفلنا لكم فوق وتحت وبكره جايكم للفضيحه بتاعت سكايبي. خلاص يلا امشي نوم.